مساء الخير وكل سنة وانتم طيبين. ومن مهرجان من دورة لدورة إن شاء الله في تقدم ونجاح. أنا الدكتور سامح صابر من دار الأوبرا المصرية مركز تنمية المواهب. إحنا النهاردة أو الموسم دوت مشتركين ببرنامج ليلة مصرية، عبارة عن رقصات فلكلورية مصرية بتعبر عن محافظات مختلفة. الثقافة المغربية مش محتاجة شهادة، الثقافة المغربية والتاريخ المغربي يعني في غنى عن ان حد يتكلم عنه. يعني لو ما خانتنيش الذاكرة هذه مش أول مشاركة لك؟ لا، دي مش أول مشاركة، دي مشاركة رقم 5، بس المشاركة رقم 1 بالنسبة لرقصات الفلكلور. قبل كده كنا بنشترك ال4 مهرجانات اللي فاتوا أو الدورات اللي فاتت كنا بنشترك بفريق كورال غناء. الاختلاف اللي كتلاحظ من مشاركة لمشاركة من سنة؟ في الحقيقة أنا برغم إن دي تاني سنة ليا و5 مشاركة لمصر في المهرجان دوت، ولكن كنت بتابع الدورات الماضية بحكم ان انا المدير الفني لمركز تنميه المواهب، كنت بطلع على الفيديوهات لما بيرجعوا مصر، فانا بشوف ان من دوره لدوره في تنظيم اكتر، في وعي اكتر، يعني في انتشار اكتر. فانا بشوف ان المهرجان ده مستقبله كبير جدا وهيبقى من المهرجانات المهمه مش في الوطن العربي، على مستوى العالم كله. مشاركة زوينة وكيحصل لنا الشرف. جينا من ورزازات، يعني التراث التقليدي أحواش، وهذه ثالث مرة، ثالث مشاركة، وكيحصل لنا الشرف وكنتمناو نرجعوا إن شاء الله باش نقدموا التراث ديالنا، التراث الأمازيغي، يعني التقاليد الأمازيغية. وهذا هذه أول مشاركة لكم؟ لا، ماشي أول مشاركة، هذه الثالث مشاركة. شاركنا في 2017 2019 و2024. تكلم لي على العرض. العرض هو يعني نعرفوا بالتراث ديالنا، يعني أطفال السلام، الدراري باش يعرفوا بالتراث ديالهم، وكيحصل لنا الشرف. اليوم مشاركين دولة الإمارات للمرة الثالثة بالمهرجان، مهرجان أطفال السلام، مع استضافة أبو مشعل رئيس الوفد أبو مشعل، باستضافته يعني أن جابنا شاركنا هذه المشاركة. وأحب أشكر السفارة الإماراتية على الاهتمام اللي اهتموا فينا، وإن شاء الله راح نقدم عرض ثقافي إماراتي وبس. كيف ما سمعت؟ تكلم لي على العرض اللي غادي تقدموه. الرزفة الإماراتية شيء شعبي قديم معانا، وراح نقدمه إن شاء الله من عنصر الرجالي والنسائي. وجدتم الضيافة المغربية؟ الضيافة المغربية الضيافة المغربية ما عليها قصور، ما عليها قصور، كلهم الحمد لله. يعني من دخلنا هني القهوة والشاي ما وقفت. Alors bonsoir à tous et à toutes. Je viens de la Côte d'Ivoire, je suis le père Landry d'en haut, avec les enfants d'Abidjan, précisément de la commune de Yopougon. Et nous sommes fiers de participer à ce festival international qui promeut la paix dans le monde et surtout à partir des enfants. Nous disons merci au roi du Maroc, Mohamed VI, et à tous les Marocains d'avoir pris cette belle initiative de pouvoir réunir presque tous les enfants du monde entier ici, en ce lieu, pour célébrer la paix. Et comme le disait notre premier président de la Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, de vénérable mémoire, la paix, ce n'est pas un mot, c'est un comportement. Et je pense bien que la paix pourra devenir un comportement pour chacun, chacune d'entre nous, pour que l'amour fraternel entre les hommes de divers horizons, de divers pays, puisse contribuer à créer un monde qui ressemble au paradis, et comme Dieu l'a voulu. Nous vous disons merci pour cette invitation. Que Dieu bénisse le roi du Maroc, que Dieu bénisse chaque famille marocaine, mais aussi tous les habitants de ce monde, et que la paix soit dans nos cœurs. It's our first time in Morocco. Actually, my group presented us last year too, and we are so happy and excited to be here in this peace festival. I'm really so happy. We're just waiting for our turn, and it really has a great atmosphere. We met a lot of friends from different countries. That's all I can say. Finally, talk to me in your show. We have a group of 17 people, and actually, we're going to present a type of Turkish traditional dance. It's nearly 10 minutes, and we really have fun presenting our country here. That's it. Hello everyone, we are from Lithuania. Our name of group is Grandinele. It's first time our in Morocco. We like this country because the people is so friendly and kind. We're dancing to dance, Gražakelis and Jaguziele. Jaguziele it's about birds and plants, and Gražakelis is just funny dance. You happy in your participant here in Morocco? Yes, I'm so happy because it's my first time in Morocco, and this country is so pretty, and the people is so funny and friendly. Thank you, and you're welcome. Thank you. I said thank you, and you're welcome in Morocco. Мы приехали в Марокко из Кыргызстана. Эта страна мне очень понравилась. Мы приехали с тремя очень красивыми танцами, которые я бы хотела, чтобы вы увидели. Все, кто сейчас смотрит. Из этого следите. Я буду очень счастлива, и моя команда тоже. Нет, я сюда приехала не в первый раз. Это очень замечательная страна. Я здесь уже третий раз. Мне очень все нравится. Здесь все люди очень теплые, добрые, культурные и приличные. Я надеюсь вернуться сюда еще снова и снова. Здравствуйте, я очень рада побывать в таком прекрасном месте. Конечно, здесь творит невероятная обстановка дружбы, любви, тепла, доброты. И все участники максимально радостные и счастливые побывать в таком месте, в этой теплой, шикарной стране, и объединив в себе такую прекрасную цель, как мир у всех стран. От России мы готовим два выступления. Один – это, конечно же, русский танец. И второй – это будет от Национальной Республики Дагестан танец аварский. Позже будут девушки в других национальных костюмах. Конечно, мы рады присутствовать в Марокко. Это прекрасно дружелюбная, красивая страна, где очень яркие, позитивные люди. И, конечно же, все участники тоже светятся солнечной энергией, зажигаясь именно от этого места. سعداء بأن نجد في استمرارية أنشطة أبي القراخ من خلال مهرجانها الدولي للسلام دعوة جديدة ومتجددة لأبنائنا وشبابنا إلى نهج سلوك من سبقونا من مجاهدين ومن قادة في معركة التحرير والاستقلال، في معركة بعث الرسالة المحمدية التي كانت تعتمد دائما على قيم التسامح على قيم السلام، على قيم التأخي والحب. إذن دعوة اليوم من خلال هذا المهرجان الذي تحمل لواءه هذه الجمعية العتيدة والتي يشارك فيه أطفال من كل أو من مختلف دول العالم، هو دعوة جديدة ومتجددة، ولكن هو رسالة إلى شبابنا اليوم وإلى أطفالنا بابتكار الأساليب والطرق التي تؤاخي وليس التي تبعث الكراهية والحرب. إذن نداء السلام الحقيقي هو عودة إلى التربية على السلام، والعودة على التربية على التعاون والأخاء. وجلالة الملك الله ينصره دائما وأبدا في مختلف المهام التي تحملها، سواء كملك للمغرب أو كرئيس للجنة القدس أو في كل المحافل الدولية، هو رجل السلام ورجل الوسطية ورجل يريد للعالم أن يتوحد من أجل مواجهة كل مخلفات الاستعمار، كل مخلفات الأمية، كل مخلفات التخلف. نريد معركة من أجل التقدم، ونريد معركة من أجل السلام، ولا شيء غير السلام. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.